في فيلا سليم لم يبدي أهل الناشط السياسي لقمان سليم اقتناعا بتقرير الطبيب الشرعي، فطالبت العائلة بتشريح الجثة التي أفيد أنها قضت بست رصاصات، 5 في الرأس وواحدة في الظهر. تشكيك العائلة بقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية بالتوصل إلى الكشف عن القاتل أمر ليس بطارئ على المشهد السياسي في لبنان، فمعظم الاغتيالات السياسية بقيت من دون التوصل إلى حقائق تمكن من محاسبة الفاعل. مسلسل الاغتيالات موجود بلبنان لسبب كتير بسيط، أنه غياب ظاهرة الإفلات من العقاب من الثمانينات، من اغتيال مهدي عامل لكل الاغتيالات اللي شهدها لبنان بال2005 وصولا لحادث الأمس. أعتقد أنه غياب الحسيب والرقيب بقوي موقف المجرم بالبلد. البلاد المنقسمة على نفسها يحار المحللون فيها بتحديد إن كان اغتيال سليم هدفاً أم وسيلة اختيرت لتحقيق هدف. الجواب الذي يردده ناشطون معارضون يدور حول أفكار حملها المعارض لحزب الله لسنوات، وربما بات يخشى من قتل أو من أمر بالقتل من انتشارها. كل الحق على الأحزاب الرئيسية، خصوصا أحزاب ما كانوا يسمى ب14 أذار، لأنه بعد ما القاتل طوع هاي الأحزاب وقادتها والشخصيات الرئيسية بالبلد ما ضل فيه إلا شوية ناشطين بيقولوا رأي مخالف لهذا القاتل، وبالتالي يبدو هلأ صدر قرار الإعدام على كل هول، قرار إعدام كل ناشط بيقول رأي مخالف للقاتل. معطيات كثيرة ستكون مطروحة أمام المحققين في الجريمة، منها أن سليم عرف عنه مناهضته لسطوة حزب الله على الدولة ومؤسساتها. أما حملات التخوين التي تعرض لها الرجل قبل اغتياله فغير خافية على أحد. أما بعد مقتله فلم يخلو الأمر أيضا من حملات تشف على وسائل التواصل الاجتماعي ممن كرهوا أفكاره دوما، معطيات بات يخشى لبنانيون كثر من أنها تؤدي إلى استنتاج واحد، هو ألا مكان في هذه البلاد للآخر المختلف. لن ينتظر اللبنانيون الكشف عن القتلة أو الاقتصاص منهم، فالتاريخ الحديث للبلاد لم يحمل استثناء واحدا لسياسة الإفلات من العقاب في اغتيالات مشابهة، وسيبقى كثيرون يتساءلون هل سيكتفي القاتل باغتيال واحد يرهب به الآخرين ولو لوقت قصير، أم أن مسلسل الاغتيالات الذي تختبره البلاد منذ زمن لم يصل نهايته بعد. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.